لا أجر نبغي لا وسام لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوى واية ووسيلة، ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. أما بعد، الأخوة الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة التامة من كورس إنجلش جرامر. النهاردة إن شاء الله هنخلص على التنسز، الأزمنة. هتكون آخر محاضرة لنا في التنسز، في الأزمنة، أوكي؟ وإن شاء الله المحاضرة الجاية هتبقى ريفيجن على التنس. إن شاء الله النهاردة هتكون المحاضرة الأخيرة في التنس، مش في الكورس، هتكون المحاضرة الأخيرة في الأزمنة، تمام؟ أخذنا في الأزمنة أزمنة البريزنت، أزمنة الباست، وأخذنا فيوتشر، أخذنا فيوتشر كونتينوس، فيوتشر سيمبل، فيوتشر كونتينوس. النهاردة هناخد فيوتشر بيرفكت، فيوتشر بيرفكت كونتينوس، أوكي؟ إن شاء الله هناخد النهاردة فيوتشر بيرفكت، زمن المستقبل التام، تمام؟ ايه بقى المستقبل التام وبيتكون من ايه؟ البيسك فورم للفيوتشر بيرفكت بيتكون من سبجكت، قلنا الفعل، الجملة بتبدأ بايه؟ بالفعل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبجكت فعل، بعد كده will have، will have، تمام؟ يبقى subject، بعد كده will have، plus past participle form of the verb، التصريف الثالث للفعل، يبقى subject will have plus past participle form of the verb، التصريف الثالث للفعل. ده التركيب بتاع زمن المستقبل. نشوف أمثلة كده عليه. I will have graduated from university by May. I will have graduated from university by May. سأكون قد تخرجت من الجامعة قبيل ايه؟ May. مستقبل تام يعني ايه؟ هقوله دلوقتي، هقوله، هشرح يعني ايه مستقبل تام وهشرح استخداماته، ماشي؟ تمام. انا بس ايه بشرح التركيب في جمل، نشوف تركيب ايه في الجمل. I will have graduated from university by May. طب نشوف مثال كمان. Patrick will have lived in Hong Kong for 20 years by the next month. باتريك سيكون قد عاش في هونغ كونغ لمدة 20 عاما قبيل الشهر القادم، تمام؟ The train will have left by 10 o'clock. القطار سيكون قد غادر بحلول الساعة 10، تمام؟ طب ويعني ايه مستقبل تام؟ السؤال اللي بيتسأل. مستقبل تام يعني انا بتكلم عن حاجة هتكون تمت في وقت معين في المستقبل. يعني مثلا لما اقول ايه لواحد صاحبي، اقول له انا ايه بكرة الساعة 9، او اول ما توصل الساعة 9 كده هكون ايه خلصت شغل، هكون خلصت شغل، تمام؟ او هيكون خلص حدث، هيكون منتهي في فترة معينة في المستقبل. لما بتكلم عن حاجة هقول انا، هقول ان انا ايه
هكون خلصت الحاجة دي قبل الساعة كذا، تمام؟ يبقى هتكلم عن حاجة هتكون انتهت في وقت معين في المستقبل، اللي هي بترجمها سأكون قد انتهيت من عمل الشيء ده، تمام؟ هكون خلصت. اوكي كده تمام. ده معنى ايه المستقبل التام؟ ده معنى كلمة مستقبل هيكون حاجة تكون تمت في المستقبل، تمام؟ ده الاستخدام العام ليه او المعنى العام لكلمة مستقبل تام. طيب بيستخدمه فين؟ هو زي ما قلت we use the future perfect tense to talk about actions، نستخدم المستقبل التام علشان نتكلم عن احداث that will be finished، ستكون ايه منتهية، هتكون ايه انتهت before some points، قبل ايه points in the future، بعد ايه وقت في المستقبل، قبل فترة معينة في المستقبل، تمام؟ في استخدام كمان we also use this tense to express situations، بنستخدم الزمن ده علشان نعبر عن مواقف that will last for a specified period of time، هتكون ايه استمرت لفترة معينة في المستقبل at a definite moment in the future، في لحظة محددة في المستقبل. يعني انا اقول في الوقت ده بالظبط هكون خلصت الحاجة دي. اوكي the last use، اخر استخدام ده is to express certainty that an action was completed، تمام؟ لما اجي اتكلم بقى عن حاجة او بعبر عن تأكيد ان في حاجة تمت، ان الحاجة دي خلاص ايه هتكون تمت بقى، هتكون تمت في المستقبل تأكيد. طيب احنا هنشوف كده كل استخدام لوحده، تمام؟ انا هشرحهم تاني ماشي في الاستخدامات ده، بس ايه نظرة عامة، انا هنشرح بالتفصيل قدام مع الجمل. طيب نشوف كده important، في حاجة مهمة بقى لازم ايه نعرفها. The future perfect appears in two forms، ال future perfect ليه شكلين، ممكن استخدم will have والتصريف التالت، وممكن استخدم going to و have والتصريف التالت، يعني ممكن استخدم will او going to سواء لي او لي. اوكي ممكن استخدمهم ايه بالتبادل interchangeably، ممكن استخدمهم بدل من بعض هما الاثنين. على سبيل المثال نشوف كده she will have finished، بمعناها ستكون قد انتهت من عمل شيء، she will have finished ستكون قد انتهت، دي معناها ايه she is going to have finished، هي يعني ممكن استخدم will او going to، تمام؟ هقول امتى ان شاء الله، هقول امتى، انا قلت في البداية بستخدم المستقبل التام لما اكون عايز اقول ان في حاجة هتكون تمت في المستقبل، يعني مثلا عايز اقول لصاحبي انا ايه اقول له انت بكرة بعد الظهر، بكرة بعد الظهر هكون خلصت كتابة مثلا الكتاب، يبقى بعد الظهر هيكون في حدث هيخلص، هيكون خلص، اكون قد انتهيت من كتابة الكتاب، تمام؟ يبقى حاجة هتكون تمت او هتكون انتهت في المستقبل في فترة معينة كده. اوكي يا استاذ هاجر، انا going to لازم استخدم قبلها verb to be، ممكن لازم استخدم قبلها am او is او are، زي ما اخدنا في زمن future simple المستقبل البسيط، مش قلنا will او am و is و are و going to، لازم going to لازم يبقى قبلها verb to be مصرف في المضارع، تمام؟ وممكن استخدم going to بدل من will، will مكان going to، يعني الاثنين صح للتعبير عن المستقبل التام. اوكي يبقى عرفنا الهدف الاساسي منه at midnight we will have finished the tense، صح كده؟ في منتصف الليل سنكون قد انتهينا من الأزمنة أو
بالظبط كده، صح يا استاذ جودي، شكرا. حاجه هتكون خلصنا منها في زمن معين في المستقبل. نيجي بقى للاستخدامات. انا هنا هقول استخدامات على بعضها، بعد كده هنشرح كل استخدام لوحده معاه جمل بيعبر عن ايه. المستقبل التام completion، حدث اكتمل before a specific specified point، قبل نقطة محددة in the future. حاجة هتكون تمت، هتكون تمت في المستقبل قبل وقت معين. يعني انا اقول لواحد صاحبي انا بكرة ان شاء الله قبل الساعة 9 هكون خلصت الواجب بتاعي، يبقى قبل الساعة 9 الواجب ده هيكون خلص. حاجة هتكون خلصت قبل فترة معينة ووقت محدد في المستقبل، ده أول استخدام. برضه بيعبر عن actions or situations، أحداث ومواقف that will last in the future، هتكون استمرت، أحداث استمرت في المستقبل لفترة من الوقت for a specified time، لوقت محدد. تمام. certainty that an action was completed، برضو بيعبر عن لما بيتكلم وأكد إن فيه حدث هيكون إيه، انتهى، الحدث هيكون انتهى في المستقبل طبعا. بالظبط كده، an action that will be finished in a specified time in the future، تمام، حدث هيكون انتهى في وقت محدد في المستقبل. نشوف أول استخدام، a completion before a specified point in the future، حاجة تكتمل قبل وقت محدد في المستقبل، تمام. The first use of this tense، أول استخدام لهذا الزمن، is to talk about، هو إن بيتكلم عن future، مستقبل، future action، actions، أحداث هتتم في المستقبل، that will be finished before some specified point in the future، هتكون ايه، انتهت قبل نقطة محددة او وقت محدد في المستقبل، ده اول استخدام ليه. نشوف كده اول جملة، before they come، قبل ان يأتوا، اهو قبل ما يجوا، ايوه احداث مستقبلية انتهت قبل وقت ايه محدد. بالظبط كده، before they come، قبل ما يجوا، we will have cleaned up the house، سنكون قد انتهينا من تنظيف المنزل، يبقى قبل ما يجوا هنكون خلصنا ايه، تنظيف. فهمنا معنى الجملة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. we will have cleaned up the house، يبقى هم قبل ما يجوا هنكون احنا بقى ايه، سنكون قد انتهينا من تنظيف المنزل، تمام. حاجة هتكون انتهت قبل ايه، حاجة معينة في المستقبل. طيب نشوف جملة تانية توضح اكتر، جون will have eaten the whole cake by the time the birthday party starts، جون ده هيكون ايه، سيكون قد اكل الكيك كلها، هيكون اكل الكيك كلها by the time، قبل the birthday party starts، قبل ما الحفلة، حفلة عيد الميلاد تبدأ، يبقى قبل الحفلة بتاعت عيد الميلاد ما تبدأ هيكون مين بقى، جون ده اكل الكيك كلها، او حاجة هتكون خلصت في المستقبل قبل حاجة تانية، تمام. قبل الحفلة يكون خلص على الكيك، تمام. will have، زائد التصريف التالت ده التركيب بتاعه، او am is are، going to have زائد التصريف التالت the past participle، تمام. عرفنا كده اول استخدام، تمام. duration in the future، duration in the future، تمام، استمرار ده في المستقبل. لو تفتكروا المضارع التام، المضارع
من وين نجيب التصريف التالت؟ هو انا شرحت الكلام ده في الـ present perfect محاضرة المضارع التام، عايزين نجيب التصريف التالت، وشرحته برضه في الـ past simple في الماضي البسيط. انا على العموم انا سوري معلش انا نسيت ارفع الافعال الشاذة. التصريف التالت انا بحط اي دي للفعل او اي اي دي او دي بس، شرحت انا في الـ present perfect تمام، وقلت الافعال الشاذة انا هرفعها، معلش انا اسف نسيت خالص معلش، موجودين يعني ان شاء الله هرفعهم. في الافعال الشاذة انا لازم احفظها زي ما هي، regular verbs الافعال غير منتظمة. لو تفتكر في المضارع التام انا قلت ان المضارع التام بيعبر عن حدث بدأ ومستمر، بدأ ومستمر حتى ايه الآن. المستقبل التام برضه بيعبر عن حاجة هتكون بدأت واستمرت، هتكون بدأت ايه واستمرت، بالظبط زي given فعل give تمام أستاذة مروة، give give given تمام. المستقبل برضه التام ماشي بيعبر عن ايه، to talk about actions will last after a given point تمام، هيكون ايه مستمر بعد نقطة معينة في المستقبل. مثلا هكون قد بدأت في كتابة الواجب أو by the next year قبيل ايه السنة القادمة السنة التالية. I will have known Monica for 30 years يعني انا ايه السنة اللي جاية هكون عرفت مونيكا بقالي 30 سنة. يبقى هنا الحدث ايه بدأ ماشي واستمر، وبقول ايه في المستقبل هيكون استمر بقاله 30 سنة تمام. يبقى لما اتكلم عن حاجة هتكون استمرت في المستقبل لفترة معينة قبل حاجة تانية، بقول السنة الجاية انا هكون عرفت فلان ده او هكون اشتغلت في المكان ده لمدة زمن معين استمر وما انتهاش ولسه هيبقى مستمر، استمر وما انتهاش ولسه هيستمر هيكون مستمر، ادي معناه known سأكون قد عرفت مونيكا لمدة 30 عاما. مع شل فعل مساعد شال يعني اصل شال لها استخدامات معينة على عكس ول، هي معروفة ان زمان كانوا بيقولوا لنا شال دي بستخدمها مع اي وي وباقي النوايا بستخدم معاها ول، بس انا ممكن استخدم مع اي وي ول. شال لها استخدامات معينة زي الاقتراح هناخدها ان شاء الله، هندرسها ان شاء الله مع في المودال فيربس شال. اوكي نشوف بقى الجملة التانية formal with I and we، بس احنا ممكن نستخدم مع I we will مفيش مشكلة، هي شال بتسوي. باتريك will have lived in Hong Kong، باتريك سيكون قد عاش في هونج كونج for 20 years، هيكون قديله 20 سنة عايش في هونج كونج by 2012 بمجيء 2012. يبقى في سنة 2012 تمام، احنا بقى نخليها 2015 احنا 2012 خلصت تمام. اي تاريخ بقى في المستقبل، اي تاريخ في المستقبل، يبقى باتريك will have lived in Hong Kong for 20 years by 2012. باتريك ده هيكون عاش سيكون قد عاش في هونج كونج لمدة 20 عاما تمام by 2012. يبقى باتريك ده في سنة 2015 مثلا لسه ما جاتش، في سنة 2015 باتريك ده هيكون قديله 20 سنة عايش في هونج كونج تمام. ده تاني استخدام.
again please. بعد الأزمنة يكون باي. باي معناها كتير، هي باي معناها قبيلة. لما تيجي باي next year، بمجيء أو قبيلة الأسبوع القادم قبل ما ينتهي يعني. تمام؟ هنشوفها هنا اهوت، في أمثلة كتير. هنشوف أمثلة تانية. تايم؟ كومن تايم اكسبريشنز، التعبيرات بقى اللي هي نستخدمها مع المستقبل التام. باي. باي وبعد كده فترة في المستقبل، باي نيكست يير، باي نيكست مانث، وهكذا. معناها بحلول أو بمجيء أو قبيلة الشهر القادم أو الأسبوع القادم، السنة القادمة. by the time، قبل أو قبل وقت إيه معين. before برضه معناها إيه قبل. by tomorrow، by tomorrow، قبل إيه غدا أو قبيل إيه الغد. by 7 o'clock، by 7 o'clock، قبل الساعة 7 أو مجيء الساعة 7. by next month، by next month، قبيل الشهر القادم أو مجيء الشهر القادم. until، حتى أو till، till أو till معناها حتى أو لغاية. دي ليها معنى ليها معنى. قبل الأزمنة يبقى معناها قبيلة أو قبل، لكن باي زائد وسيلة مواصلات بمعناها بواسطة أو عن طريق. تمام؟ هناخد الكلام ده بس في محررات الـ prepositions، حروف الجر. use 3، الاستخدام الثالث. certainty about the near past، بأكد عن حاجة هتكون في الماضي، هتكون تمت، هتكون ايه؟ بأكد ده حاجة هتكون تمت. باي بتساوي ايه؟ before. باي next year يعني قبيل انتهاء السنة ايه القادمة، قبل ما تخلص السنة اللي جاية. بأكد ده عن حاجة هتكون تمت، تأكيد. the last year is to express conviction، conviction that something happened in the near past، بعبر عن حاجة هتكون تمت أو بقت ماضي في المستقبل، هتكون انتهت في المستقبل. زي مثلا the train will have left، ماضي هيبقى قريب، ماضي قريب، حاجة هتكون بقت ماضي في وقت قريب. أو القطار will have left by now، هيكون مشي في الوقت ده، القطر هيكون مشي في الوقت ده. we have to look for another way to get there، لازم ايه نشوف وسيلة تانية عشان نوصل هناك. يعني انا بقول مثلا ايه، القطر مثلا هيمشي الساعة 9:30، احنا ايه هنتأخر عن 9:30، فاحنا لو رحنا مثلا 10، بقول لصاحبي احنا لو رحنا 10 القطار هيكون ايه مشي في الوقت ده، الحاجة دي هتكون مشي في الوقت ده وهنضطر ناخد حاجة تانية. وبكلمه عن حاجة هتبقى انتهت وهتبقى ماضي في وقت قريب. تمام؟ I am sure that the train has left، وانا هكون متأكد في الوقت ده لو رحنا هيكون القطر ايه مشي. تمام؟ the guests، الضيوف، will have arrived at the hotel by now، الضيوف في الوقت ده هيكونوا ايه وصلوا، هيكونوا قد وصلوا فعلا انا متأكد. تمام؟ I'm sure the guests have arrived at the hotel، انا متأكد ان الضيوف خلاص ايه وصلوا في الفندق، هيبقى في تأكيد ان الحاجة دي تمت في المستقبل.
تأكيد إن الحاجة دي تمت في المستقبل. أنا متأكد 100% إن الضيف هيكون إيه وصلوا، هما فعلا إيه هيجي المستقبل ويكونوا وصلوا في وقت معين. فهمنا معنى التأكيد؟ يبقى بأكد بحاجة هتكون ماضي أو هتكون تمت في المستقبل، ومتأكد كمان 100%. نشوف بقى ايه contracted. زي ما بقول كده بالظبط، انا متأكد 100% ان هم هيكونوا موجودين هناك فعلا. contracted forms. الاشكال بقى المختصرة، الاشكال المختصرة will اختصرها الابوستروفي ال، apostrophe ال. نشوف مثال كده. She will have finished. She will have finished. استخدم ايه اختصار؟ بترجمها سوف. Contracted يعني الصيغة المختصرة. Contracted forms. الأشكال المختصرة. الشكل المختصر ل will apostrophe ll. She will have finished. هي she will have finished. يبقى ممكن استخدم apostrophe ll. تمام، ممكن استخدم will. كلمة مور معناها مزيد، يعني حاجة إضافية. مزيد يعني ممكن استخدم ايه حاجة تانية غير will اللي هي ايه الابوستروفي الاختصارات. She will have. She بتيجي مع have. لا يا أستاذ، لا حضرتك ان will، انا will دي بستخدمها مع جميع الضمائر، هي have دي معايا على طول. have معايا على طول. تمام، يعني she will, I will, they will و have دي معايا على طول، سواء هي او she. انا بستخدم she will، ماليش دعوة بايه ب have خالص، have دي على طول have، لان will بيجي بعدها المصدر على طول اللي هو have. تمام، will دي بتيجي مع جميع الضمائر، مع جميع الضمائر. will not بقى. will not. will not مختصرها ل want. want. تمام، will not want يعني ممكن اقول she won't have finished. she won't have finished او she will not have finished. she will not have finished. تمام، الاولانية she will have finished ستكون قد انتهت، ستكون قد انتهت. she won't have finished لن تكون انتهت. تمام، مش هتبقى ايه انتهت من الشيء ده. دي الصيغ المختصرة دي بتبقى في الكتابة عامة. تمام، جملة البوزيتيف سنتنسز او الجملة المثبتة تتكون من ايه؟ المفروض ابدأ من الشمال، الجدول اتقلب مش عارف ليه. ببدأ الجملة بفعل subject. I, we, you, they, he, she, it. احمد، علي، ايمن، اي ايه ضمير او اي فعل مفرد او جمع. وبعد كده بستخدم will have. تمام، بستخدم will have والتصريف التالت will، وبعد كده ايه have، وبعد كده التصريف التالت. شوف كده، I will have retired by the end of this year. الجدول او الجدول المفروض دي تبقى هنا، والجدول اتعكس لما رفعته. انا مثلا الجدول بنبدا من الشمال، يعني نعتبر نفسنا auxiliary verb يعني فعل مساعد، فعل مساعد auxiliary verb. تمام، subject ببدا الجملة بsubject من الشمال طبعا، انا الجدول اتعكس. subject يعني فاعل، ماشي، الفاعل بيكون ايه
I, we, you, they. أي فعل؟ أنا، هو، هي، أحمد، علي. أي فعل. بعد كده بستخدم auxiliary. Auxiliary verb. Auxiliary verb يعني فعل مساعد اللي هو will. يبقى فعل وبعد كده will، بعد كده auxiliary verb كمان فعل مساعد كمان اللي هو ايه have. يبقى فاعل will have plus past participle التصريف الثالث للفعل اللي هو ايه زي eaten given gone. تمام. طب نشوف كده على الجمل. I will have. I ادي الفعل subject. Will auxiliary verb will. I will have. تمام. I will have retired. سأكون تقاعدت by the end of this year. بنهاية هذا العام. تمام. I read 40 pages a day. تمام. أنا أقرأ كام 40 صفحة في اليوم if I keep up the pace. ماشي. لو حافظت على هذا المسار I will have read the book by Tuesday. لو حافظت على الكلام ده سأكون قد انتهيت من قراءة الكتاب قبيل الثلاثاء. يعني لو مشيت على الكلام ده هكون قبل يوم الثلاث قريت الكتاب كله. الجملة أنا بقول إيه؟ سأكون تقاعدت. هكون إيه تقاعدت؟ هنا أنا بعبر عن حاجة هتكون تمت في وقت معين. تمام؟ لكن في المضارع البسيط إيه؟ هتتم. لسه ها بقول ايه هتقعد. فكده انا هكون ايه قد تقاعدت هتكون حاجة تمت في المستقبل. تمام. بيبقى زي تأكيد. اوكي. هكون طلعت بقى سأكون قد تقاعدت في وقت معين هكون خلاص قاعد ما بشتغلش او طالع معاش. نيجي بقى لايه الاستفهام. الاستفهام طبعا انا قلت في الازمنه المركبه سهل جدا بجيب الفعل المساعد مكان الفاعل بكده بقى ايه استفهام. انا هشرحها على الوايت بورد. الاستفهام هاني will have finished his homework. هاني will have finished his homework by 9 o'clock or 8 o'clock. هاني سيكون قد انتهى من كتابة واجبه by 8 o'clock. ماشي. قبل الساعة الثامنة أو بحلول الساعة الثامنة. تمام. عايز اعمل سؤال بدل هاني هستخدم ويل ومكان ويل هستخدم ايه هاني. تمام. يبقى السؤال هيبقى ازاي. ويل هبدأ بويل بعد كده الفاعل اللي هو مين هاني. ويل هاني هاف فينيشت. ويل هاني هاف فينيشت his homework by 8 o'clock. تمام. Will Hany have finished his homework by 8 o'clock. هل سيكون قد انتهى هل هاني هيكون خلص واجبه قبل الساعة 8. لو جاوب ب yes yes he will no no he won't. تبقى الإجابة ليه yes he will أو no he won't. تمام. تمام. ده بالنسبة للاستفهام.
ده بالنسبة للاستفهام. اوكي، في اي مشكلة في الاستفهام؟ سهل جدا. Will they؟ Will they have graduated from Cambridge by July 2008 or 2009؟ المهم بقى يكون تاريخ في المستقبل، تاريخ في المستقبل. هل سيكونوا قد تخرجوا من هل هيبقوا تخرجوا من كامبريدج، من جامعة كامبريدج، باي جولاي، قبل شهر يوليو اهو. Will I have retired by the end of the year؟ هل أكون هل سأكون قد تقاعدت قبل نهاية السنة أو بنهاية السنة؟ Will you have bought a new processor by the end of this week؟ هل ستكون قد اشتريت هتكون اشتريت a new processor، معالج جديد، by the end of this week، بنهاية هذا الأسبوع، يعني على آخر الأسبوع ده هتكون اشتريت البروسيسور؟ زي ما بقول مثلا إن شاء الله قبل يوم الجمعة الجاية هنكون خلصنا مثلا الكورس بتاعنا، هنكون خلصنا، سنكون انتهينا من حاجة، هنكون انتهينا منها فين؟ في المستقبل. ده بالنسبة للاستفهام. نيجي بقى النفي المستقبل التام. نفي المستقبل التام سهل جدا جدا. نفي المستقبل التام سهل جدا جدا. بعمل ايه بقى؟ ما عليا بقى ان انا استخدم كلمة not قبل كلمة have او بعد will. will تبقى will not، بس كده اتنفت الجملة. بدل I will have تبقى I won't have او I will not have. تبقى الجملة بتبدأ بفعل برضه subject auxiliary verb plus not اللي هو will زائد not، يبقى I will not، she will not have. والتصريف الثالث، نشوف جملة they want هنا كنت بقول will، لكن هنا عايز انفي they want اللي هي will not. they want have graduated from Cambridge لن يكونوا قد تخرجوا، مش هيكونوا تخرجوا from Cambridge، من جامعة كامبريدج، by July، ماشي، في شهر ايه؟ يوليو. في بناء جملة ازاي بتكون مبني المجهول؟ المبني للمجهول ليه محاضرة كاملة، او ممكن تكون محاضرتين كمان لانه ضخم جدا. اشرح جملة وان فيها اوكي ماشي تحت امرك. ماشي، النفي على السبورة، بص معايا، يعني مثلا اقول ايه؟ I will have، I will have دي مثبتة، جملة مثبتة. I will have done I will have done all my jobs by till tomorrow أنا سأكون قد أتممت كل أعمالي بحلول الساعة العاشرة غدا. طيب افرض انا ما كنتش مش هبقى خلصت، عايز فيها بقى هقول ان انا ايه؟ مش هكون مخلص شغلي بكره، يعني الحاجه دي مش هتكون تمت، هكون لسه شغال فيها، هبقى لسه ايه؟ مستمر فيها. يبقى هقول ايه؟ I will بقى هتبقى ايه؟ want او will not، يعني ممكن اقول will not كده، will not
أو ممكن أستخدم الصيغة المختصرة اللي أنا قلتها من شوية want دي أو دي صح I will not أو I won't have done all my jobs by 10 tomorrow تمام لن أنتهي من وظائفي أو من أعمالي بحلول الساعة 10 غدا يعني هتيجي الساعة 10 أكون لسه ما خلصتش لسه شغال ده بالنسبة للنفي فيه أي مشكلة في النفي؟ ده بالنسبة للنفي أهو my uncle won't have retired عمي مش هيكون تقاعد هيكون لسه شغال مش هيبقى ايه متقاعد by the end of the year بنهاية السنة دي تمام هيكون لسه الحدث ايه ما تمش في المستقبل هنا النفي خلصنا الفيوتشر بيرفكت ندخل على الفيوتشر بيرفكت كونتينوس المستقبل التام المستمر مش عايزين نتخض بقى نرجع بقى لزمن تاني من أزمنة المستقبل الـ Future Perfect Continuous اسمه يخض كده وطويل مستقبل وتام ومستمر يعني ايه مستقبل تام مستمر يعني حاجة هكون بدأت فيها في المستقبل ولسه مستمر فيها في وقت معين يعني مثلا ايه اقول انا بكرة ان شاء الله الساعة 8 هكون بعمل في الواجب بتاعي دي معناها ان انا هكون بدأت في كتابة الواجب وفي الساعة 8 هكون لسه مستمر في عمل الواجب مش هتكون لسه خلصت تمام لا المضارع التام المستمر حاجة هتكون بدأت ماشي ومستمرة حاليا ما خلصتش لكن ده في المستقبل بقى حاجة في المستقبل هتكون بدأت أو هتكون بدأت ماشي ومستمرة في الوقت ده لسه ما خلصتش عرفنا يعني ايه مستقبل تام مستمر مستقبل حاجة في المستقبل تام يعني هتكون بدأت مستمرة يعني لسه ما خلصتش هتكون ايه مستمرة هذه معنى مستقبل تام مستمر تمام لا هو اسهل طبعا من المضارع التام المستمر ازمنه المستقبل كلها سهله ان شاء الله كل حاجه سهله طب نشوف كده حكايه ايه المضارع المستقبل التام المستمر ده وبيتكون من ايه وبستخدمه في ايه اول حاجه البيسك فور التركيب بتاعه بيتكون من ايه المستقبل التام المستمر ده اللي احنا شفناه اتخضينا واتلخبطنا بينه وبين المضارع التام المستمر لا المضارع التام المستمر ده جميل والله المضارع التام المستمر ده انا بقول ايه حاجة بدأت في الماضي تمام ولسه ايه ما خلصتش مستمرة لكن ده مستقبل المضارع التام حاجة بدأت مضارع تام مستمر يعني تام يعني بدأ تام يعني ايه بدأ خلاص تمام مضارع يعني لسه شغال ومستمر بدأ في الماضي من فترة ماشي ومستمر لغاية دلوقتي تمام لا هو صوت انه بيدخل في الماضي فانا لازم اعرف بقى ايه افهم انا عايز اقول ايه انا عرفت انا مثلا اقول ايه احنا بنتعلم انجليزي احنا بنتعلم انجليزي من 3 شهور مثلا يبقى من 3 شهور بدأ وبقول احنا بنتعلم بدأنا نتعلم من 3 شهور ولسه لحد دلوقتي ايه مستمرين بنتعلم
لسه ما خلصش الحدث، ادي معنى تام، مضارع تام مستمر، يعني مضارع يعني لسه قاعد في الوقت الحالي ومستمر لسه ما خلصش، وتام يعني خلاص هو بدأ في الماضي، بداية الحدث طويل وبدأ في الماضي ولسه ايه مستمر. المستقبل التام بقى المستمر معناه ان حاجة في وقت معين في المستقبل هتكون بدأت ولسه مستمرة ما خلصتش. ده فين؟ اه معناها ان الزمن بدأ ولم ينتهي، ده المضارع التام المستمر، ده المضارع التام ايه المستمر بالظبط كده. فبقى المستقبل التام المستمر اللي هو كلامنا عنه دلوقتي، حاجة بقى في المستقبل هتكون بدأت ولسه مستمرة. يعني مثلا أقول إيه، بكرة الساعة 8 هكون بكتب في الواجب، تمام؟ أه هكون بكتب، يعني أنا إيه مستمر في الكتابة، معناها إن أنا إيه بدأت ولسه إيه بكتب. الكلام ده في المستقبل، أوكي؟ نشوف التركيب بتاعه كده، بيتكون من subject زي ما قلنا الجملة الإنجليزية لازم تبدأ subject، will have been، will have been، تمام؟ will have been، subject will have been، تمام؟ هناك كنت بقول will have والتصريف الثالث، will have been plus verb plus ing ال present participle. سوري في خطأ في السلايد، دي present participle ماشي، اللي هو الفعل زائد ing، الفعل زائد ing يبقى will have been زائد الفعل مضاف له ing، ing او gerund. يبقى عرفنا تركيبه، يبقى فاعل will have been plus verb ing، الفعل بنضيف له ing، ده basic form، ده التكوين بتاعه. نشوف أمثلة. أول مثال by the next year، بحلول السنة القادمة يعني السنة اللي جاية، I will have been working as a teacher، هكون بشتغل مدرس، working as a teacher for 30 years، يعني السنة الجاية بقى هكون بقالي 30 سنة بشتغل مدرس ولسه شغال ايه مدرس لمدة 30 سنة. يعني دي المستمر بقى هيبقى أديب مستمر في الشغل اللي هي مدرس 30 سنة. فهمنا المعنى؟ هكون شغال بقالي 30 سنة ولسه ما زلت ايه بشتغل، اوكي؟ يبقى اهو بدأت من 30 سنة اشتغل مدرس ولسه بشتغل، وهيكون بقالي او هكون مستمر في العمل ده، او هكون ايه قد اتممت 30 سنة بعمل او شغال مدرس. فهمنا المعنى بتاع الجملة؟ We will be making a rest stop in half an hour، تمام؟ احنا ايه؟ هنعمل rest او هناخد راحة، هنتوقف لمدة نص ساعة، because لأن you will have been driving the car، هتكون في الوقت ده انت بتقود ايه؟ السيارة. يعني بدأت قيادة وما زلت ايه تقود السيارة for 6 hours، بقالك 6 ساعات by then في هذا الوقت، يعني في الوقت ده هيكون اديلك 6 ساعات بتسوق العربية. يبقى هو بدأ من 6، هيبقى بدأ من 6 ساعات ولسه مستمر في الحاجة ديت، اوكي؟ يبقى حاجة هتكون بدأت، هتكون شوف انا ستكون قد بدأت ماشي وما زالت مستمرة في المستقبل، حاجة هتكون بدأت في المستقبل ولسه مستمرة ما خلصتش، على عكس ايه المستقبل التام، حاجة هتكون تمت في المستقبل، حاجة هتكون خلصت
لكن ده حاجة هتكون بدأت ولسه مستمرة فين؟ في المستقبل ما خلصتش. ده الفرق بينه وبين المضارع المستقبل التام. طب نشوف كده استخدامه عامة. We use the future perfect continuous. بنستخدم بقى المستقبل التام المستمر. Tense. To express situation. لكي نعبر عن situations مواقف. That will last for هتستمر بقى a specified period of time. وقت محدد من في المستقبل a definite moment في وقت في لحظة معينة in the future. هتكون بدأت ومستمرة في وقت معين وفي لحظة معينة في المستقبل. هتكون ايه؟ ما خلصتش لسه. هي بدأت بس ايه؟ ما خلصتش في المستقبل. We also use these terms to express certainty. برضه بنستخدمه عشان نأكد ان في حاجة مستمرة. في حاجة هتكون مستمرة، هتكون بدأت ولسه مستمرة. About the cause of some future situations. عن سبب حاجة هتتم في المستقبل. أو موقف في المستقبل. يبقى نشوف الاستخدامين اهو. Duration at a definite moment in the future. استمرار حاجة في لحظة معينة في المستقبل، يعني هتيجي لحظة معينة وهكون مستمر في عمل الجملة الأولى. ماشي تحت أمرك. اللي هي اللي مشاور عليها بالسهم ديت اللي هي بعد the next year. أستاذة مروة هي الجملة ديت. تمام. By the next year بحلول السنة القادمة، يعني السنة اللي جاية أول ما تيجي. I will have been working. I will have been working. هكون بشتغل مدرس as a teacher for 30 years. تمام؟ هكون شغال مدرس بقالي 30 سنة. الحدث هنا إيه؟ بدأ ومستمر بقاله إيه؟ 30 سنة. عرفناها يعني ايه؟ يعني هكون بدأت او هيكون بقالي 30 سنة بشتغل مدرس. سأكون قد استمريت في العمل كمدرس لمدة 30 عاما. في الوقت ده هكون مستمر في العمل وبقالي 30 سنة وانا بدأت من زمان. بحلول بحلول معناها بحلول السنة القادمة. بحلول او قبيل. بحلول يعني اول ما يجي بدايته كده او قبل ما يجي بشوية. تمام؟ في مشكلة تاني في السلايد ده؟ باي لا معناها بحلول او اول ما تيجي السنة دي. يبقى بيعبر عن ايه؟ duration at a definite moment in the future. حاجة هتبقى مستمرة في وقت محدد في المستقبل. هيجي الوقت ده وهكون لسه مستمر. يبقى بدأ ولسه ايه؟ مستمر. Cause of a future situation. لما نيجي نعبر عن سبب لحاجة لموقف في المستقبل. وهنشرح دلوقتي الاستخدامين دول بالجمل. نشوف بقى duration. استمرارية بحاجة ايه؟ في المستقبل. We use these terms to express situations. بنستخدم هذا الزمن لكي نعبر عن مواقف that will last for التي ستستغرق أو ستكون قد استغرقت. تمام؟ specified period. استغرقت كام فترة محددة من الوقت. At a definite moment. في وقت محدد. يبقى هي ايه؟ كانت مستمرة. دي معناها أنا بستخدمه. إن الحاجة ديت بدأت وكانت مستمرة في لحظة معينة في المستقبل. بدأت ومستمرة في لحظة معينة في المستقبل. تمام؟ It's important that من المهم إيه بقى؟ We expect these situations نتوقع هذه المواقف to last longer هتستمر بقى. المواقف ديت أو الحاجات ديت أو الأحداث ديت هتكون إيه؟ بقت مستمرة. نشوف كده. Before they come قبل ما يجوا. قبل ايه؟ ما يجوا.
will have been cleaning the house for 5 hours. قبل ما يوصلوا مثلا البيت هنكون احنا بننظف، هنكون لسه شغالين تنظيف، يعني ما خلصناش تنظيف في البيت، قدمنا بقى فور ايه 5 hours، قدمنا 5 ساعات، يعني اول ما يوصلوا هيلاقونا لسه شغالين تنظيف، لسه الحدث مستمر، بقالنا 5 ساعات، يبقى احنا بقينا من 5 ساعات ولسه لحتى الوقت اللي وصلوا فيه لسه مستمرين فيه، او اللي وصلوا هيكون بقالنا دي ايه 5 ساعات مستمرين في التنظيف. اوكي كده عرفنا معنى الجملة دي ايه؟ قبل ان يصلوا سنكون قد بدأنا تنظيف في المنزل، ماشي، لمدة 5 ساعات، هنكون مستمرين في التنظيف، لما بيجوا بقى هيلاقونا بننظف بقالنا 5 ساعات، دي معناها. تمام. طيب by the next year، قبل ايه او قبيل السنة القادمة، بين and his wife، بين and his wife، بين وايه وزوجته، will have been living together، هيكونوا عايشين مع بعض for 50 years، يبقى لهم 50 سنة، يبقى السنة الجاية هتيجي وهم هيبقوا بقى لهم 50 سنة عايشين ولسه مستمرين، يبقى الحدث مستمر بقى لهم كام؟ 50 سنة. تمام. يبقى الحاجة لما تيجي هنلاقي ايه هم ايه؟ بدأوا هم من 50 سنة ولسه مستمرين، والسنة الجاية هيبقى لهم بقى ايه؟ 50 سنة، يعني السنة دي بقى لهم 49، السنة الجاية بقى ايه؟ هيكونوا ايه مستمرين في الحياة بقى لهم 50 سنة. تمام كده. الحاجة هتبقى بدأت في المستقبل ولسه ايه مستمرة في وقت معين، ادي معنى مضارع مستقبل تام مستمر. نشوف بقى الـ common expressions. تمام، هي برضو نفسها بتاعت الـ future perfect، by tomorrow، بحلول غدا او بمجيء غد او قبيل غد، او by 8 o'clock، ممكن اقول this year، the month، this week، next year، next month، next week، اي حاجة بتدل على ايه المستقبل. عشان افرق بين وبين التام استخدم for. هنا بتبين المدة بالظبط كده، فور، عشان اوضح ان لسه ايه بدأ في الماضي بقاله كذا سنة مثلا وقت معين ولسه لحد الآن مستمر، يعني مثلا ايه بكرة اول ما تتصل بيا في الساعة 6 هكون بقالي مثلا 3 ساعات بتفرج على التلفزيون. دي بقى الـ common expressions، التعبيرات اللي انا بستخدمها، حاجة بتدل على المستقبل، ماشي. ممكن نستخدمها عادي، يعني after before when لو استخدمناها مفيش مشكلة، المهم يكون في حاجة بتدل على المستقبل، حاجة بتدل على ايه المستقبل. تمام. كوز، عشان اوضح بقى سبب، اوضح بقى سبب حاجة في المستقبل. تمام. English speakers also use this tense، متحدثي اللغة الإنجليزية بقى بيستخدموا الزمن ده when they want to express certainty about the cause of something or some future situation، بيستخدموه علشان لما بيعوزوا بقى ايه او بيحتاجوا ان هم يعبروا عن تأكيد عن سبب شيء في المستقبل، سبب حاجات كده او مواقف هتم في المستقبل. نشوف كده مثال، حاجة هتكون دايما برضه في المستقبل، مش هيفرق كتير عن اللي فات، عن استخدام اللي فات، يعني مثلا by this time، محلول هذا الوقت او في الوقت ده بالظبط، he will have been working، هيبقى شغال بقاله for 12 hours، في الوقت ده بالذات هيكون شغال بقاله 12 ساعة، يبقى هو بدأ شغل، هيكون بدأ شغل وبقاله 12 ساعة شغال في الوقت ده، so he will be very tired، هيكون تعبان، هيكون ايه
تعبان، يبقى هو هيكون تعبان لأنه أهو السبب إيه؟ كان هيبقى شغال لمدة 12 ساعة، ده السبب، ده معنى توضيح إيه؟ السبب. فهمنا كده يعني إيه توضيح سبب؟ أه هو هيبقى تعبان ليه طيب؟ لأنه في الوقت ده بالذات أه he will have been working for 12 hours، هيبقى إيه؟ بقى له شغال 12 ساعة. we will be making a rest stop، إحنا كده هنستريح، هنقف علشان إيه؟ نريح in half an hour، ماشي؟ في خلال نص ساعة، وبعد نص ساعة يبقى هنقف بعد نص ساعة ليه طيب؟ because you will have been driving، لأنك أنت هتبقى سايق the car، سيارة for 6 hours، يبقى في الوقت ده هيبقى لك كام؟ 6 ساعات سايق، لذلك احنا هنوقف، ده السبب، ايه؟ ان هو هيبقى ايه؟ كان هيبقى سايق العربية لمدة 6 ساعات في هذا الوقت، ده توضيح ايه؟ السبب، اوكي؟ في أي مشكلة في السلايد ده؟ تمام؟ ننقل على اللي بعده. اوكي ماشي. ال positive sentence، positive sentences الجمل المثبتة أو الجمل الخبرية، طبعا أنا زي ما شرحتها في البداية بنبدأ في السبجكت، معلش الجداول مش عارف ليه بتتعاكس كده لما بتترفع، المفروض نبدأ من الشمال احنا بس، معلش الجداول اتقلب. سبجكت اي سبجكت بقى اي فعل، بعد كده will have been يبقى فاعل، بعد كده will have been plus verb plus ing، بعد كده الفعل بنجيبه بنحط له ايه؟ ing، تمام؟ زي مثلا ايه؟ I will have been working for 3 hours afternoon of this afternoon، هكون شغال بقالي 3 ساعات بعد الظهر، كده فهمنا التركيبة، بفاعل will have been والفعل اللي بطلع عليه ing. شوف مثال كده، we will have been driving، اهو we فاعل will have been driving 6 hours by the time we get home، تمام؟ هنبقى سايقين العربية أو سنكون إيه؟ سائقين السيارة 6 ساعات by the time قبل ما we get home، قبل ما نوصل البيت هنبقى سايقين العربية بقالنا 6 ساعات. In the summer في الصيف Mike will have been trying، هيكون بقى بيحاول، هيكون ايه؟ بيحاول to find a new job، هيكون بدأ في البحث، يبدأ في المحاولة وما زال مستمر في المحاولات عن البحث عن ايه؟ وظيفة جديدة for 5 months، بقاله 5 شهور، يبقى الصيف اللي جاي ده مايك ده هيبقى ايه؟ قد ايه بدأ في البحث عن او بدأ في محاولة البحث عن وظيفة جديدة بقاله 5 شهور، هيكون مستمر ماشي بقاله 5 شهور. Jane will be very tired when she comes home، Jane دي ستكون متعبة عندما تصل الى المنزل، because لانها هتبقى تعبانة ساعة توصل البيت، ليه بقى؟ because she will have been flying over 24 hours، لأنها هتبقى إيه؟ هتبقى كانت في رحلة بقالها 24 ساعة، هتكون رحلتها استمرت لمدة 24 ساعة في الوقت ده، ده هنا توضيح سبب. My father and I، أنا وأبي، will have been breeding sheep for 20 years tomorrow، تمام؟ هنبقى إيه؟ بنربي أغنام بقالنا 20 سنة بكرة، يبقى هيجي بكرة وهنكون ايه بقالنا
20 سنة ولسه الحدث مستمر. يبقى الحدث ده هيكون مستمر، ماشي، هيكون بدأ ولسه مستمر في وقت في المستقبل. By the year 2020، بحلول عام 2020، linguists، linguists اللي هم علماء اللغة، will have been studying، هيكونوا بيدرسوا، سيكونوا يدرسون، and defining the Indo-European language، هيكونوا بيدرسوا، ماشي، لغات الإندو-أوروبية، for more than 200 years، بقالهم كام؟ 200 سنة. يبقى الحدث هيكون بدأ ومستمر، لأن الماضي ولسه مستمر وبقاله 200 سنة. نيجي بقى لملحوظة، note، if the duration of an activity، لو فيه استمرار بقى لنشاط معين، زي مثلا أقول since April for 3 hours، أو منذ أبريل لمدة 3 ساعات، is unknown، غير معروف. لو الحدث ده أو استمرار الحدث ده غير معروف، then the future continuous، المستقبل المستمر should be used instead of perfect form. تمام؟ يبقى لو الحدث ما كانش انتهى أو مش محدد أو لسه ما انتهاش، هستخدم إيه؟ future continuous. نشوف مثال، I will be taking a bus، هكون ايه؟ باخد حمام، هكون باخد حمام. هنا ماله؟ مش محدد. يعني مثلا لو محدد الزمن، تمام، يبقى استخدم ايه؟ ال future continuous، لان ده future continuous مش future perfect continuous، ده مستقبل مستمر مش مستقبل تام مستمر، ده مستقبل مستمر مش مستقبل تام مستمر. انا بقول لو الحدث او نشاط استمرار النشاط ده غير معروف، لو النشاط ده غير معروف هستخدم المستقبل المستمر، تمام. لو استمراره غير معروف او مش محدد في وقت معين مفهوش for 3 hours او since ايه April، فوش الكلمات ديت او by، بستخدم ايه؟ future continuous. ايوه، لما يبقى محدد، لما يبقى محدد استخدم ايه؟ future perfect continuous. لما يبقى غير محدد هستخدم future continuous، في حالة التحديد استخدم المستقبل التام المستمر، في حالة عدم التحديد او غير معروف هستخدم المستقبل المستمر بس. اوكي، النفي بقى، نيجي بقى للنيجاتيف، النفي، زي نفي المستقبل التام، هو نفي المستقبل التام المستمر. كلمة not بستخدمها بعد will، تبقى will not، will not، بس كده نفيت. I will not، بدل ما بقول I will have been playing football، هتبقى ايه؟ I will not او I won't have been playing football. استخدم كلمة not قدام will، يبقى كده نفيت الزمن. شوف أمثلة، أو مفيش أمثلة، يبقى أنا هشرح أمثلة على الوايت بورد. نشوف كده مثال، my next year I will have been will have been teaching English for 8 years. السنة اللي جاية هكون بدرس انجليزي بقالي 8 سنين. عازم فيها هتبقى by next year I will not have been، يبقى دي ويل هتبقى ايه؟
will not أو won't. كده بقت منفية، كده بقت إيه؟ منفية. أوكي، في أي مشاكل بقى في النفي؟ نيجي بقى الملحوظة. عند النفي هنا أو الجملة المنفية بيبقى شكلها غريب. ليه شكلها غريب؟ أهو negative negative sentences sound rather unnatural. ليه بقى؟ بتبقى غير طبيعية. يعني إيه مش هكون بقالي 30 سنة؟ غير طبيعية. This is probably because the answer to the question like will she have been teaching for 30 years this year would simply be not I don't think so. تمام؟ هيكون ايه؟ مش هيكون بقى، يبقى كده معناها ان الحاجة تمت. ده هو يجي منفي عادي، يجي منفي عادي، بس هيبقى غير طبيعي يعني شكله كده. ايه مش هكون بقالي؟ امال هيبقى لك كام؟ كده انا بحير اللي قدامي، كده لا ايه؟ بحير اللي قدامي. اقول له لا انا مش هيبقى لي 30 سنة مثلا، يبقى لازم اكمل ارد عليه. ده بالنسبة للكلام، بالنسبة للسبيكينج. اوكي؟ بيبقى عادي منفي، بس بيبقى ايه؟ شكله مش طبيعي. نيجي بقى الاستفهام. لا يجي منفي عادي، مفيش مشكلة يجي منفي، بس انا بقول شكله ما بيبقاش طبيعي، هو يتنفي عادي بس بيربك اللي قدامي، بيبقى مربك. قليل استخدامه، قليل استخدامه في النفي. رد على الشخص اللي قدامي. تمام كده. شوف بقى الاستفهام. الاستفهام في زمن المستقبل التام المستمر زي المستقبل التام. بيجيب ويل في الاول وبعد كده الفاعل، وبكمل عادي جدا الباقي. تمام؟ يعني نشوف مثال كده. I will have been teaching English for 8 years by next year. عايز اعمل سؤال هنا، هبدأ بقى بايه؟ بويل. ويل الاي بتتحول ليو طبعا في الاستفهام. Will you have been teaching English for 8 years by next year؟ تمام. Will you have been teaching English for 8 years by next year؟ تمام. لو جاب بيس yes I will. لو جاب no no I don't think so. no I don't think so. لا أعتقد ذلك. تمام كده. تمام الاستفهام. نيجي بقى لآخر حاجة، النفي. بيجي في الرد على سؤال. النفي بيجي في الرد على ايه؟ سؤال معين. بس بيجي بقى لايه؟ ل how long. how long معناها ايه؟ كم المدة. مادام بقى فيه استمرار، مادام بقى فيه استمرار يبقى فيه مدة. يبقى ممكن اسأل ايه؟ ايوه هتكون جملة نفيها طبيعي، بس انا ممكن استخدم جملة منفية عادي. ممكن استخدم جملة منفية بس هي شكلها طبيعي لما بتكون رد على سؤال. تمام. نيجي بقى ليه بسؤال بـ how long. انا اي حاجة مستمرة ماشي بسأل عنها بـ how long. تاني how long معناها كم المدة. مادام بقى في مدة بسأل عليه مداها، فـ how long بتبقى ايه؟ منتشرة في الأسئلة أو في الأزمنة المستمرة.
زي مثلا ايه؟ How long will you have been learning German this year؟ بقالك كام بتتعلم ألماني هذا العام؟ أنت بدأت تتعلم، فأنا بسأله كام المدة التي بدأت تتعلم فيها اللغة الألمانية؟ بقالك كام بتتعلم ألماني هذا العام؟ أوكي؟ How long will you have been trying to get your driving license this week؟ كم المدة التي حاولت كم المدة التي ستحاول أن تجد أو تحصل على رخصة القيادة الخاصة بك هذا الأسبوع؟ يعني أنت هتبدأ تحاول، تمام؟ هتكون حاولت بقى، هتكون بدأت تحاول إنك إيه تحصل على رخصة القيادة هذا الأسبوع، تمام؟ I hope you will finally make it. أتمنى لك إن أنت إيه هتخلصها. أوكي؟ بكده نكون انتهينا من المحاضرة بتاعتنا، ونكون انتهينا يعتبر من أول جزء من الكورس بتاعنا الجرامر. خلصنا كده الأزمنة، تمام؟ كده الأزمنة إيه؟ خلصت. أستاذة بسمة بعت لنا إيه؟ جملتين عايزة تعرف الفرق بينهم. ماشي. الجملة الأولى بتقول لي إيه؟ Patrick will have lived in Hong Kong by 20 years by 2015. دي معناها ان باتريك هيكون تم بقاله 20 سنة، ماشي؟ هتم 20 سنة عايش في هونج كونج في 2015، تمام؟ اما التانية بقى اللي هي المستقبل التام، اللي هي Patrick will have been living in Hong Kong for 20 years، ده هيكون بقاله بقى 20 سنة مستمر وعايش ولسه لحد دلوقتي ايه عايش. هنا بتعبر عن حاجة هتكون تمت، ماشي، ماليش دعوة بيه بالاستمرار. اما بقى في الجملة التانية اللي هي هنقولها دلوقتي، اللي هي Patrick will have been living in Hong Kong for 20 years by 2015، دي معناها ان هيبقى ايه مستمر في اللحظة ديت، هيكون ايه مستمر ولسه عايش. انا هنا بعبر عن الاستمرارية، تمام استاذة بسمة؟ ولسه مستمر بقى، التانية دي لسه ايه مستمر، هيبقى لسه مستمر. التانية بقى هيكون عايش تم فعلا، هذا سيكون تم في المستقبل. مش عارفة تفرق بايه بالظبط. انا الاولى ماليش دعوة بالاستمرارية، الاولى بقول ان هو ايه هيكون تم 20 سنة، هيكون بقاله 20 سنة. اما التانية بقى هيكون ايه مستمر، هيكون بدأ ومستمر في الحياة قليله 20 سنة، لسه مستمر، تمام كده يا أستاذة منى؟ تمام أستاذة بسمة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشوفكم على خير بكرة إن شاء الله.